يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أحضر هذه الدروس فأصلي في مسجد آخر، ثم أدخل إلى هذا المسجد فأقوم بأداء تحية المسجد وراتبة المغرب بنية واحدة، فهل فعلي صحيح؟ مش المانع أنك تأتي براتبة المسجد، راتبة الصلاة تكفي عن تحية المسجد، تأتي تنويها راتبة، لأنها أكد من تحية المسجد، تنويها راتبة وتكفي عن تحية المسجد، لأنه يصدق عليك أنك صليت ركعتين قبل أن تجلس. نعم.